اول خطوه راح تخليني اصير هنديه، واللي هي اني اعمل الميك اب والاواعي والاكسسوارات وكل هذه الاشياء اللي الهنود بيعملوها او الهنديات بيعملوها. فخلونا نبدا بالمكياج. عملت العين الأولى وكثير خايفة إنه العين الثانية ما تطلع زي العين الأولى، حاسة إنه خلص بدي أوقف لهون. عيني رح أعيط رح أعيط رح أعيط. هاي مش انا ابدا. طلع قديش المكياج كثير غريب. اتوقع اني عملت منيح، يعني اتوقع انه في هنود هيك بيعملوا، ما فيش ولا هنديه بالحياه عملت زي هيك. المهم انه خلص. او ماي جاد يا جماعه، بعدني تحت تاثير صدمه انه هذا المكياج طلع مني. ايش فيه؟ مش انا هاي ابدا، بغض النظر عن كميه الوسخ اللي وسخته، مكياج واغراض ماما ما رح تقتل لي. لا لا حكي فاضي. بالنسبه للاكسسوارات، فانا اشتريت اكثر من اكسسوار، منهم زي هيك اساور تزبط على اللوك، زي هيك حلق واشياء كثير غريبه. هلا بدي اروح امنكر مناكير والبس الاكسسوارات اللي فرجيتكم اياها، وكمان اواعي هنديه، وبعدين رح نبلش يومنا كهنديه. 2000 years later. أكل من مطعم هندي، بدي أروح أكل لأني ميتة جوع. يلا هلا رفعت شعري عشان بدي أكل. الأكل هناك بستناني. طبعا بدي أحكي لكم الوضع ما بيطمن أبدا مع الأكل، لأنه رز طبيعي بس طلعوا هاد طلعين. أنا وصيت على بوتر تشيكن، هو دجاج بيكون مغطس بهارات كاري إشي زي هيك، مع رز في بهارات. فأحطهم بالصحن وأكل وأقول بسم الله. يعني هو أنا كتير جوعانة، فأنا ما أتوقع إني كتير أدقق بالطعم حاليا. الأساور كتير بضايقوا. هلا حنشوف كيف الطعمة حتكون. نجرب. مش مطمن قلبي. بسم الله. حار كثير حار شوي. يعني انا من النوع اللي عادي ما عندي مشكله مع الطعم الحار، بس هذا جد كثير حار. بس في طعمه هيك سيئه، ما بعرف وين هي، بس بالرز او بالدجاج ما بعرف، بس في طعمه غريبه. بلشت احبه او اني انا جوعانه وعم بحبه ما بعرف. هلا خلصت جد شبعت كثير. الاكل مش كثير سيء، بس ما بفضل اني اكل بحياتي. الخطوه الثانيه الاساسيه انك تكون هندي، انك تكون تحكي هندي، وانا بحكي عربي فما راح يزبط الموضوع، فلازم نروح شوي نتعلم لنا كلمات نستخدمهم. جوجل ترانزليت. يلا جماعة، الأكل اللي أكلته حاسة حالي رح أتسمم من ورا ما بعرف ليش. فهلا بدي أروح على جوجل ترانزليت، بس بدي أعرف شو يعني مرحبا. أتوقع إنها هلو أو إشي تاني. نمستي. كيفكم؟ How are you؟ How are you؟ أوكي زي العربي. زي العربي. تمام. زي العربي لا زي الانجليزي. سارة ايش بتخبصي؟ بدنا نحكي مرحبا كيفكم؟ نمستي هاو ار يو؟ هاي تم كيسي هو؟ مصدومة بجد. لا كان المفروض انه مرحبا نمستي كيفكم هاو ار يو؟ كيف صارت مرحبا كيفكم مع بعض عبارة عن هاي تم كيسي هو؟ هاي تم كيسي هو؟ هاي تم كيسي هو؟ هاي تم كيسي هو؟ تم كيس هاي تم كيسي هو؟ خلصنا مرحبا كيفكم. نشوف بحبك كثير. ما اطولها. میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں.
ايه خلص خليك على بحبك لحال. تمسي بيار كرتاهون. بقولكم انا عندي هذا العرق من هون من هون هيك 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 هندي، هذا كله هندي. كيف ايش كانت مرحبا كيفك؟ جماعة الخير، انا اكتشفوا اهلي بعدين بعد فترة انه انا هندية. مع السلامة. سوركشا كيكات. عقلي بالكيكات. اتوقع خلاص بكفي مع جوجل ترانسليت وتعلمنا لنا كم كلمة نسيتهم هلا، بس اتس اوكي. اكتشفت شغلة، انا بعرف انه اغلب الهنديات او الهنود بشكل عام بحبوا شاروخ خان، او هو الممثل الوحيد اللي انا بعرفه بحياتي، بس اكتشفت انه انا خلفية موبايلي عبارة عن تصميم من احد تصاميم الفانزات، فقررت انه اغيره لشاروخ خان لانه لازم اكمل يومي كهندية. اختار هاي الصورة لشاروخ خان واحطها. اكتشفت انه في واحد اسمه سلمان خان، خلينا نشوف مين هو سلمان خان. رح اعتبر نفسي اني انا هندية وكتير بحب سلمان خان، فرح اعمل فوتوشوب لصورتي مع سلمان خان، فناخذ له صورة مع زوجته او مع حدا يعني بنت جنبه، ولازم اني اركب وجهي فيها. يا جماعة الصورة كثير تخزي. هلا شكلي كثير بخوف. هلا اتوقع انه صار لازم اقولكم اني لازم اروح خلاص اخلص الفيديو. ما ضل في اشي تاني ممكن اسوي ككوني هندية. فاتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناة اذا انتم مش مشتركين، فعلوا زر الاشعارات اللي هو الجرس ضروري كثير، يعني لا تنسوا هذا الاشي. هلا بتقدروا توقفوا الفيديو وتروحوا تكبسوا عليه. وبس بحبكم كثير وان شاء الله بتشوفوني بفيديو مجنون تاني. باي باي.